أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مسابقة جمع البلاستيك وإعادة تدويره تستهدف حماية البيئة من المخلفات الضارة وزيادة الوعي المجتمعي بالشؤون البيئية، معلنة أن المسابقة ستكون سنوية ذات فعاليات متجددة على طوال العام في مناطق مختلفة من البلاد. ونظمت الهيئة في إطار هذه المسابقة فعاليات في منطقة مشرف شارك فيها أكثر من 150 مشاركا ومشاركة، إذ تم جمع نحو 650 كيلوغرام من البلاستيك سيتم تسليمها لشركة خاصة بهدف إعادة تدويرها، وقد تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. إذا كنت من المهتمين بالبيئة والاستدامة، ساهم معنا بجمع البلاستيك من خلال مسابقة دورها صح. هكذا أعلنت الهيئة العامة للبيئة بطريقة رائعة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في جمع البلاستيك لإعادة تدويرها. وجودنا اليوم بهذه الحملة سيسمح لنا إن شاء الله غرس فكر جديد في دولة الكويت، وهو فرز النفايات من المصدر. ركزنا على البلاستيك، كون البلاستيك اليوم من أكثر النفايات المضرة عندنا في دولة الكويت وفي العالم بشكل كامل. مسابقة بيئية تعزز القيمة البيئية في المجتمع وتحث على تنمية الفكر البيئي لدى الجميع. ومن ثم ستذهب هذه الكمية إلى مصانع إعادة تدوير لإعادة تدويرها في دولة الكويت، وهذا دائما ما نصب له في الهيئة العامة للبيئة، وجود جيل واعي في القضايا البيئية نغرسها اليوم في أجيالنا القادمة لنستطيع الحفاظ على مجتمعاتنا والحفاظ على استدامة البيئة في دولة الكويت بإذن الله. تخلل المسابقة عدة فعاليات مبتكرة وأفكار لحماية البيئة وجوائز قيمة. أكبر عدد راح يتم إن شاء الله يعني تجميعه، الفريق المتسابق الأول راح يكون عبارة عن مبلغ مادي 500 دينار، والمتسابق الثاني 200 دينار، والثالث الفائز الثالث إن شاء الله 100 دينار. هذه المبادرة ما هي إلا أدوات تعليمية تساعد الكبار والصغار على فهم المسؤولية تجاه مجتمعهم وبيئتهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.